خلال استقباله رئيس شركة إني السيسي يشيد بجهود الشركة ويطالبها بمواصلة العمل للتوصل إلى اكتشافات جديدة في مجال الغاز. الحكومة توافق على إقامة منطقة صناعية مصرية روسية بقناة السويس، وتعلن عن الشريحة الثالثة من قرض البنك الدولي بقيمة مليار دولار. وفي اجتماع على مستوى وزراء الخارجية، الجامعة العربية تؤكد مواصلة العمل لتقويض القرار الأمريكي بشأن القدس. خمس عصرا بتوقيت القاهرة، من تان هذه التحية الطيبة لكم أينما كنتم، وإلى جولتنا الإخبارية لهذا اليوم. أهلا بحضراتكم وإلى التفاصيل. البداية حيث أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالشراكة القائمة مع شركة إني الإيطالية وما تنفذه الشركة من أنشطة في مصر بأسلوب مهني ومعايير عالمية. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي لرئيس شركة إني كلاوديو ديسكالزي بحضور رئيس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين. من جهته أشار الرئيس السيسي إلى ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لمعدلات تنمية الحقول التي تعمل بها الشركة، كما أعرب عن تطلعه لمواصلة الشركة عملها من أجل التوصل إلى اكتشافات جديدة. من جانبه أكد ديسكالزي على ما تمثله مصر كأحد أهم الأسواق لعمل الشركة على مستوى العالم. قال وزير الصناعة طارق قبيل إن الحكومة توافقت اليوم على اتفاقية إقامة المنطقة الصناعية المصرية الروسية في شرق بورسعيد من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وأوضح قبيل أن الاتفاقية ستعرض على مجلس الدولة ومجلس النواب. أشار أيضا إلى أن حجم الاستثمار الأولي بهذه المنطقة يبلغ 190 مليون دولار للبنية التحتية، والمنطقة بالكامل في حدود 7 مليارات دولار. من جانبه قال وزير البيئة خالد فهمي إن مجلس الوزراء وافق على تعديلات قانونية لقانون إدارة المخلفات، وسيتم إرساله إلى مجلس الدولة خلال أسبوع. على جانب آخر، قالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر أن مصر تسلمت خلال الساعات الماضية الشريحة الثالثة من البنك الدولي. وأضافت وزيرة الاستثمار في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء أن مصر تسلمت 500 مليون دولار أخرى من الشريحة الثالثة والأخيرة من قرض البنك الأفريقي للتنمية. كما أشارت إلى أن مصر تسلمت أيضا تعهدات مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى جي 7 بقيمة 150 مليون دولار، كما تسلمت خلال الأسبوع الماضي 250 مليون دولار من ألمانيا و170 مليون دولار من فرنسا. وللمزيد حول اجتماع مجلس الوزراء اليوم، ينضم إلينا عبر الهاتف منصور كامل مسؤول ملف مجلس الوزراء بصحيفة الأخبار. أستاذ منصور، بعد التحية، اليوم كان هناك اجتماع مهم في مجلس الوزراء شهد عدد من القرارات، كان أبرزها الموافقة على إنشاء منطقة صناعية مصرية روسية، وأيضا الإعلان عن تسلم شريحة جديدة من البنك الدولي. أبرز القرارات الأخرى التي خرجت من رحم جلسة مجلس الوزراء اليوم. مساء الخير، تحياتي لحضرتك ولكل الساده المشاهدين. وبالفعل زي ما حضرتك حتى يعني هذه اللحظه ما زال الاجتماع مستمر. هناك مجموعه من القرارات يمكن كان ابرزها حضرتك اشرت اليه، هي الموافقه على مجموعه من التمويلات من المؤسسات الدوليه، مش بس كمان من البنك الدولي ولكن البنك الافريقي ومن بعض الجهات المانحه، في هيئه اما تمويلات طويله الامد او اما في هيئه منح لدعم برنامج الحكومه للاقتصادي. ده كمان بيأتي في إطار التأكيد على أن مصر بتسير بخطوات ثابتة وسليمة في هذا البرنامج، واللي بيتضح من خلال موافقة عدد من المؤسسات الدولية على منح هذه التمويلات لمصر. كمان موضوع المنطقة الصناعية اللي تم الموافقة عليها بين الجانب المصري والجانب الروسي، دي هتتيح استثمار ضخم، وكمان بتأتي في إطار المشروع الأكبر لتنمية محور قناة السويس. شفنا قبل كده اهتمام صيني بالاستثمار في هذه المنطقة، واليوم نرى اهتمام من أحد الدول وهي روسيا. كمان كان في بعض الملفات المتعلقه بالبيئه التي تم مناقشتها واقرارها زي قانون اقرار التعديلات الخاصه بقانون اداره المخلفات، وبعض المشروعات الخدميه التي تم فيها زي الموافقه على اقامه بعض الصحارات ل يعني خدمه المياه المنصرفه من بعض الترع والرياحات. تمام، بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل. الأستاذ منصور كامل مسؤول ملف مجلس الوزراء بصحيفة الأخبار.
أشاد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار لاشين إبراهيم بدور المجلس القومي للمرأة وأنشطته لدعم المرأة في الانتخابات الرئاسية. وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات خلال مؤتمر للمجلس القومي للمرأة والهيئة الوطنية للانتخابات لمناقشة خطة انتخابات الرئاسة أن الصوت في الانتخابات الرئاسية المقبلة صوت لمصر في المستقبل، مطالبا المرأة المصرية بالنزول للانتخابات الرئاسية وأن تدلي بصوتها لمصر أولا قبل أن يكون لأحد من المرشحين. بننادي المرأة المصرية سيدة وشابة أن تسارع أيام 26 و27 و28 3 أمام صناديق الاقتراع لتدلي بصوتها، وأن يكونوا بكثافة عالية أزيد من المرات الماضية ليظهروا قوة مصر أمام العالم أجمع، أن قوة مصر العظيمة وإرادة المصريين هتظهر أمام صناديق الاقتراع في أيام الانتخابات الثلاثة. وإحنا دعوناهم لهذا، وبنطالب كل الشعب المصري بعيد عن السيادات كمان ان هم يصطفوا امام الصناديق منذ الصباح الباكر ايام 26 و27 و28، لان العهد بقى جديد، واللي بتشرف على الانتخابات الهيئه الوطنيه للانتخابات بضمانات كثيره، اعضاء مجلس اداره قضاه بيديروا الانتخابات بضمير القاضي، قاضي على كل صندوق يتابع الانتخابات، منظمات المجتمع المدني المصريه والدوليه، الإذاعات والتلفزيونات على مدار الساعة بتذيع، كل دي ضمانات. وآخر ضمانة أن قرارات الهيئة بقت مش محصنة، ممكن الطعن عليها في أي وقت، فكل دي ضمانات وضعها المشرع المصري من أجل أنجاح العملية الانتخابية في مصر، والتي تديرها هيئة وطنية مستقلة لا سلطان عليها من أحد. وخلال المؤتمر قال نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات محمود الشريف إن الهيئة الوطنية للانتخابات فتحت الباب أمام المنظمات وهيئات المجتمع المدني لمتابعة الانتخابات، وكان المجلس القومي للمرأة من أوائل المتقدمين للمتابعة. وأكد الشريف أن الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة لا سلطان عليها لأحد إلا لله، ولا يمكن عزل أحد أعضائها، كما أنها تعمل بشفافية تامة وتصدر قراراتها في وضوح وصراحة، وليس لديها شيء لتخفيه عن أحد، لافتا إلى أنه لا يجوز لمتابعي الانتخابات البقاء داخل اللجنة لمدة طويلة لأكثر من نصف ساعة وفقا لما يراه قاضي اللجنة. أكدت رئيس المجلس القومي للمرأة مايا مرسي على أن نساء وفتيات مصر أصبحن على مستوى من الثقافة والوعي بالشأن السياسي حرصا منهن على استقرار وأمن وطنهم، وأشارت إلى أن المرأة المصرية تمثل 49% من الكتلة التصويتية الانتخابية. وخلال تصريحات لقناة تان أكدت مرسي أن المرأة المصرية شهدت تطورا كبيرا خلال السنوات الأربع الماضية في مجال المشاركة السياسية من خلال وجود 6 وزيرات وأول محافظة وغيرها من المناصب القيادية في الدولة. المرأة المصرية كتلة حرجة في التصويتات أو في الاستفتاءات بصفة عامة. طالما أصبحنا قوة يعني كتلة حرجة في التصويت، يجب المتابعة على التوعية، ويبقى واصل لكل سيدة في مصر أهمية مشاركتها في الانتخابات، لأن طبعا لما الأم بتنزل تصوت ويبقى معاها أولادها بيبقى في نوع من التوعية أو المباشرة الحقوق السياسية بينغرز في الأسرة بحالها، وبعدين سيدات مصر هي اللي بتنزل كمان الرجالة على فكرة يعني. احنا دور المجلس القومي للمرأة هو التوعية. احنا عندنا حملة صوتك لمصر بكرة متحركة بقالها اكتر من، احنا بنحسبها باليوم، بقالنا اكتر من 39 يوم مشتغلين على اللي اشتغلناه من طرق الابواب او التوعية. الحملات بتتحرك في كل محافظات مصر والكفور والنجوع، وبدأنا حملات طرق الابواب ايضا، لأن التواصل المباشر مع المرأة المصرية وتعرفها أهمية الانتخابات وأهمية تصويتها، أملنا أن إن شاء الله نسبة مشاركة المرأة المصرية ما تقلش وتفضل في الصدارة، ونفضل محسوبين كتلة حرجة في التصويتات في المراحل القادمة بإذن الله. نظم ائتلاف دعم مصر ندوة بعنوان الشباب وبناء الدولة. من جهته قال رئيس الائتلاف محمد السويدي إن مصر كانت في عام 2013 دولة تواجهها كثير من المشاكل، سواء في الطاقة أو الاحتياطي النقدي في البنك المركزي، هذا إلى جانب المعاناة التي كانت تشهدها الدولة، سواء في توفير رغيف الخبز وغلق المصانع لنحو 6 أشهر في العام، إلى جانب الناحية الأمنية، وأنه مع وجود القيادة السياسية تم مواجهة تلك المشكلات وحلها،
مضيفا أن مصر تسير حاليا في طريق التنمية والبناء، كما دعا السويدي الشباب إلى المشاركة السياسية وممارسة هذا الحق من أجل المساهمة في بناء مستقبلهم واستكمال مسيرة التنمية والإنجازات، والانتباه جيدا للمؤامرات التي تحاك ضد الدولة المصرية. أكد وزير الدولة للإنتاج الحربي الدكتور محمد سعيد العصار أن الوزارة تقوم بالاستفادة من الإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية والبشرية المتوفرة في الشركات والوحدات التابعة لها لتعميق التصنيع المحلي للمنتجات، كما تسهم في تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالدولة. وخلال توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركة وادي النيل للمقاولات والاستثمارات العقارية بهدف التعاون المشترك في مجال تصنيع العدادات الذكية، أكد العصار أنه تم الاتفاق على تعميق الإمكانيات التكنولوجية لشركات الوزارة في مجال تصنيع العدادات الكهربائية الذكية وأجهزة القياس والتحكم في الطاقة. صدق وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول صدقي صبحي على سفر 11 لجنة قضائية عسكرية إلى عدد من الدول العربية والأوروبية والولايات المتحدة، وذلك لتسوية المواقف التجنيدية للشباب المصري المقيم بالخارج واستخراج شهادات إنهاء الموقف التجنيدي للمتخلفين عن أداء الخدمة العسكرية والذين تجاوزوا 30 عاما، وذلك بعد سداد الغرامة المقررة طبقا للقانون، على أن تبدأ هذه اللجان عملها اعتبارا من 9 إلى 21 مارس الجاري. كما صدق وزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المجندين مرحلة يوليو 2018 اعتبارا من اليوم. وأعلن اللواء أشرف عطية مدير إدارة التجنيد والتعبئة للقوات المسلحة في مؤتمر صحفي عن المؤهلات المطلوبة، وهي المؤهلات المتوسطة. يتضمن هذه الدفعة مواليد شهر يوليو ومايو وديسمبر عام 1997 من الحاصلين على مؤهل متوسط، ومواليد يوليو حتى ديسمبر من مواليد السنوات السابقة وحتى عام 1998 وما قبلها من خريجي العام الدراسي 2017 و2018 وكذا المتخلفين من سنوات سابقة. أكد وزير الخارجية سامح شكري موقف مصر الثابت بشأن أهمية الحفاظ على التضامن العربي في ظل التحديات التي تشهدها المنطقة. وخلال استقباله لنظيره البحريني خالد آل خليفة، أكد شكري على دعم مصر لأمن واستقرار منطقة الخليج باعتباره جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي العربي والمصري، كما شدد على دعم مصر الكامل لأمن واستقرار مملكة البحرين الشقيقة وإدانة مصر لكافة الأعمال الإرهابية والتخريبية التي تستهدف أمن واستقرار المملكة. من جهته أشاد وزير الخارجية البحريني بعمق ومتانة العلاقات المصرية البحرينية وما وصل إليه التعاون بين البلدين في كافة المجالات. بحث وزير الخارجية سامح شكري مع نظيره الأردني أيمن الصفدي سبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ومستجدات القضايا ذات الاهتمام المشترك. وخلال لقاء جمعهما قبل بدء أعمال الاجتماع الوزاري لمجلس جامعة الدول العربية، بحث الجانبان التطورات التي تشهدها القضية الفلسطينية والأزمة السورية والوضع في العراق واليمن وجهود مكافحة الإرهاب. وأكد شكري على ضرورة تنسيق الجهود والتحركات بين مختلف الأطراف الإقليمية والدولية لحث جميع الأطراف السورية على الحوار السياسي. في ذات السياق التقى وزير الخارجية سامح شكري بنظيره السوداني إبراهيم غندور على هامش اجتماعات مجلس وزراء خارجية الدول العربية، حيث تناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك، كما ناقش الوزيران العلاقات الثنائية في إطار متابعة تنفيذ التكليفات الصادرة عن القيادات السياسية في البلدين، فضلا عن الاجتماع الرباعي لوزيري الخارجية ورئيسي المخابرات العامة في البلدين، حيث أشار شكري إلى حرص مصر على إزالة أي عقبات تعترض طريق العلاقات الثنائية بين مصر والسودان، فضلا عن مستجدات المفاوضات الخاصة بسد النهضة. التقى وزير الداخلية مجدي عبد الغفار صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف وزير داخلية المملكة العربية السعودية على هامش مشاركتهما في أعمال الدورة 35 لمجلس وزراء الداخلية العرب المنعقد حاليا في العاصمة الجزائرية. وتم خلال اللقاء مناقشة بعض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والمتصلة بالأوضاع الإقليمية الراهنة وتداعياتها الأمنية على المنطقة العربية، هذا فضلا عن أساليب التصدي لظاهرة انتشار وتنامي تنظيمات
الإرهابية وكيفية التعامل مع مصادر تمويلها. وأكد الوزير السعودي على أهمية مصر ودورها المحوري في منطقة الشرق الأوسط، مشيدا بالجهود التي تبذلها الداخلية المصرية لمكافحة الإرهاب، كما أوضح رغبة بلاده في تبادل الخبرات الأمنية مع الجانب المصري وبخاصة في مجالات مكافحة الإرهاب والتعامل مع التنظيمات المتطرفة وتتبع عناصرها. عربيا، تسلمت المملكة العربية السعودية رئاسة الدورة 49 بعد المئة للجامعة العربية. وخلال الجلسة أكد مندوب السعودية لدى الجامعة أحمد قطان أن تكاتف الدول العربية هو السبيل لمواجهة الأخطار والتحديات التي تواجه الأمة العربية. وحول الأزمة اليمنية أكد قطان أن دول التحالف العربي تبذل كل الجهود لتحقيق الأمن في اليمن ودعم الحكومة الشرعية، مشيرا إلى أن المملكة قدمت مساعدات إنسانية وتنموية لليمن تقدر ب10 مليارات دولار. من جهته أكد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط أنه جاري العمل على تقويض نتائج قرار ترامب بشأن القدس. سمعت كلمته أي المجلس على التصدي للتبعات السلبية للقرار الأمريكي الخطير وغير القانوني بنقل سفارة الولايات المتحدة من تل أبيب إلى القدس والاعتراف بالمدينة المحتلة كعاصمة لإسرائيل. لقد انعقد المجلس في دورة غير عادية في 9 ديسمبر 2017 بعد يومين من القرار الأمريكي المجحف، وشكل وفدا وزاريا مصغرا لمواجهة أثار هذه الخطوة والعمل مع المجتمع الدولي لإطلاق جهد منهجي للضغط على إسرائيل للالتزام بقرارات الشرعية الدولية. وفي 26 فبراير الماضي عقد الوفد العربي اجتماعا مع وزراء الخارجية الأوروبيين والسيدة فيدريكا موجريني الممثلة العليا للسياسة الأوروبية من أجل تبادل الرأي حول سبل المضي قدما في تسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين والامتناع عن أي خطوات من شأنها استباق قضايا الحل النهائي. إن الجانب العربي ممتن لكافة القوى والمواقف الدولية الداعمة، وما زال يصر على أن فرض الواقع على الأرض لا يغير شيئا من الوضعية القانونية أو التاريخية أو الدينية للقدس الشرقية بوصفها أرضا محتلة. ومن الجامعة العربية ينضم لنا على الهواء مباشرة مراسلنا محمد مبروك. أهلا بك محمد، حدثنا إذن عن هذا الاجتماع المهم لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية والذي عقد على هامش اجتماعات لعدد من اللجان الوزارية على هامشه. ما هي أهم مخرجات هذه الاجتماعات حتى الآن والمستجدات حتى هذه اللحظة؟ مساء الخير. أولا بالفعل 4 اجتماعات مختلفة في الجامعة العربية بدأت على مدار اليوم وانتهت باجتماع للجامعة العربية على مستوى الوزراء. تناولت هذه الاجتماعات عدد من القضايا المهمة والمحورية بالنسبة للدول العربية. على رأس هذه القضايا هي قضية تمكين إسرائيل من المشاركة في مجلس الأمن على مقعد العضوية غير الدائمة، حيث رفضت الدول العربية الموجودة في هذا الاجتماع مشاركة إسرائيل في مجلس الأمن، واعتبرت أنها دولة احتلال منددة بمشاركة إسرائيل في مجلس الأمن على خلفية احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية المحتلة. أيضا ناقشت اللجان قضايا مختلفة، منها قضية إيران والتدخلات الإيرانية في المنطقة، وانتهت اجتماعات اللجان باجتماع الوزراء الخارجية العرب. 4 كلمات مختلفة قبل رفع الجلسة للراحة، كانت هذه الكلمات هي كلمات للأمين العام لجامعة الدول العربية، أيضا وزير خارجية جيبوتي قبل أن يسلم رئاسة الاجتماع إلى الوزير القطان وزير الخارجية السعودي على مستوى الدول الأفريقية. وأيضا تناولت هذه الكلمات عدد من القضايا الرئيسية التي تمر بها الدول العربية، على رأس هذه القضايا قضية ليبيا، وحثت
المجتمعون الأطراف المختلفة في ليبيا إلى استكمال الحوار والعمل وفق اتفاق الصخيرات. أيضا ركزت الكلمات في فلسطين على أهمية يعني العمل العربي المشترك لمواجهة قرار دونالد ترامب الرئيس الأمريكي بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، وبحث المستجدات على الساحة الدولية لتوفير الحماية للفلسطينيين ودعم القضية الفلسطينية على المستوى الدولي. كان هناك أيضا كلمات مختلفة عن سوريا وأيضا عن الأوضاع المختلفة في العراق، وأيضا تم توزيع ملف يعني مختصر بحجم التدخلات الإيرانية في المنطقة وتصدير نموذج ولاية الفقيه بديلا عن الإصلاح السياسي والاقتصادي التي تنتهج مملكة البحرين. إذن كل هذه تفاصيل عن النقاشات يعني التي جرت في الاجتماعات التي عقدت على هامش اجتماع الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية حتى هذه اللحظة، وسنتواصل معك لكل جديد بالتأكيد. محمد مبروك من الجامعة العربية، شكرا جزيلا لوجودك معنا. التقى الوفد الأمني المصري في غزة مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، وذلك للتبحث بشأن سبل تنفيذ آليات المصالحة الفلسطينية بما في ذلك استلام حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية لمهامها بالقطاع، وذلك في ضوء اللقاءات التي قام بها الوفد المصري بعقدها خلال الأيام الأخيرة منذ وصوله قطاع غزة مع عدد من وزراء حكومة الوفاق الوطني وقيادات الفصائل الفلسطينية والمجتمعية في غزة. نظمت الحركة النسائية في غزة وقفة احتجاجية ضد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن مدينة القدس المحتلة بالتزامن مع يوم المرأة العالمية، ورفعت المشاركات في الوقفة بميدان فلسطين وسط غزة لافتات تعبر عن التمسك بالقدس الموحدة عاصمة لفلسطين، كما ورفض المؤامرات كافة التي تحاك بالمدينة وبالقضية الفلسطينية. كما أكدت المشاركات أنه لا تنازل عن القدس والأقصى، وأن المرأة الفلسطينية أولى المدافعات والمدافعين عن المقدسات وحامية للمشروع الوطني الفلسطيني. بدأت قوات الجيش السوري عمليات عسكرية برية بهدف استعادة السيطرة على مدينة مصرابة التي تقع تحت سيطرة الميليشيات المسلحة في الغوطة الشرقية بريف دمشق. وقال التلفزيون الرسمي السوري إن وحدات من الجيش تقصف دفاعات مقاتل المعارضة في بلدة مصرابة بهدف تأمين دخول وحدات المشاة. من جهتها قالت مصادر عسكرية إن السيطرة على المدينة ستؤدي إلى شطر الجزء الخاضع لسيطرة المعارضة إلى قسمين. أعلنت المحكمة الدولية الخاصة باغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري امتلاك أدلة لاستكمال القضية وملاحقة أربعة هاربين متهمين من حزب الله. في السياق أكد قضاة المحكمة الدولية أن التفجير الذي أودى بحياة رئيس الوزراء اللبناني عام 2005 كان عملا إرهابيا. وصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى قصر باكنغهام في العاصمة البريطانية لندن، وذلك للقاء الملكة إليزابيث الثانية في مستهل جدول أعمال زيارته إلى المملكة المتحدة. ومن المقرر أن يلتقي الأمير محمد بن سلمان خلال زيارته بولي العهد البريطاني الأمير تشارلز ورئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي وعدد من المسؤولين البريطانيين. من جهتها قالت رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي أن الصلات التي تجمع بين الرياض ولندن في مجالي الدفاع والأمن أنقذت أرواح مئات البريطانيين. تصدر رجل الأعمال الأمريكي جيف بيزوس القائمة السنوية لمجلس فوربس الأمريكي لمجلة فوربس الأمريكية لأغنى أغنياء العالم. بلغت ثروة بيزوس مؤسس شركة أمازون العملاقة لتجارة التجزئة عبر الإنترنت 112 مليار دولار، ليطيح بذلك برئيس شركة مايكروسوفت بيل جيتس من رأس القائمة، حيث بلغت ثروة جيتس 90 مليار دولار، بينما حل المستثمر الأمريكي وارن بافيت في المركز الثالث بثروة بلغت 84 مليار دولار. ضمت قائمة مليارديرات العالم البالغ عددهم 2208 من 72 دولة عددا كبيرا من الأمريكيين.
اقتصاديا، كشف رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري هشام عكاشة أن مصرفه أصدر شهادة أمان المصريين للتأمين على العمالة المؤقتة والموسمية والشرائح ذات الدخل المحدود لألفي عميل بحصيلة إجمالية 3.5 مليون جنيه في 3 أيام منذ بدء طرح الشهادة صباح الأحد الماضي وحتى الآن، مؤكدا أن الإقبال على شراء الشهادة متزايد على مدار الأيام الثلاثة الماضية. كما أوضح عكاشة أن فروع البنك الأهلي تشهد حالة إقبال متزايدة وتتوالى الاستفسارات على تفاصيل الشهادة الجديدة، كما توقع تزايد الإقبال على شراء الشهادة خلال الأيام المقبلة. مني الزمالك بهزيمة مفاجئة أمام مضيفه فلايتي ديتشا الأثيوبي في ذهاب دور 32 من كأس الكونفدرالية الأفريقية. تقدم الفريق الأثيوبي أولا بهدف في الدقيقة 16 من عمر المباراة قبل أن يدرك عماد فتحي التعادل للزمالك عند الدقيقة 22، لينتهي شوط اللقاء الأول بهدف لكل فريق قبل أن يخطف الفريق الأثيوبي الفوز بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة 77 من عمر اللقاء ليتأجل حسم بطاقة التأهل إلى مباراة الإياب التي ستقام في 18 من مارس الجاري بمدينة السويس. ختام نشرة الأخبار من قناة تن، وهذه تذكرة بأبرز العالم. خلال استقباله رئيس شركة أني السيسي يشيد بجهود الشركة ويطالبها بمواصلة العمل للتوصل لاكتشافات جديدة في مجال الغاز. الحكومة توافق على إقامة منطقة صناعية مصرية روسية بقناة السويس، وتعلن عن الشريحة الثالثة من قرض البنك الدولي بقيمة 1 مليار دولار. وفي اجتماع على مستوى وزراء الخارجية، الجامعة العربية تؤكد مواصلة العمل لتقويض القرار الأمريكي بشأن القدس. من تن قدمنا لكم أهم وآخر الأخبار حتى اللحظة. نشكركم على حسن المتابعة ونلقاكم على خير. شكرا لحضراتكم، في أمان الله.